أهلا وسهلا فيكم بالمحاضرة. قبل ما نبدأ بالمحاضرة كالعادة بنحط روابط المحاضرات السابقة، وإذا كان في استفسار عن المحاضرة السابقة أعطينا فيها مثال أو جدول إكسل موجود فيه تطبيقات على الرابط الخاص بالتمبلت موجود هلا على الشات، نفس الرابط للي ما نزله المرة الماضية. بالنسبة لمحاضرة اليوم رابط البي دي اف موجود على الشات حاليا. بالمحاضرة السابقة عن الجودة، إدارة المشاريع ومتطلبات الجودة، تحليل تحسين، وأخيرا مرحلة اللي هي محاضرتنا لليوم. بالنسبة ل التحكم خلات فيه كالعادة هي المخرجات اللي من المرحلة هي improve. التحكم بالنسبة للتولز نرجع نتأكد من الصوت مرة ثانية، المفروض هلا انحلت مشكلة الصوت. يا ريت نتأكد إذا كان الصوت واضح، يا ريت الرقم 1. تمام، مثل ما حكينا اليوم راح نحكي في التولز الأدوات لخطط التحكم كنترول بلان، تحكم الإحصائي للعمليات، تقليل فاقد الشركات والركائز الخمس والتعزيز، اللوحة، صيانة الإنتاج الكلي، إعادة تحليل أنظمة القياس. بالنسبة للأدوات، أولا خطة التحكم Control Plan يتم استخدام العديد من أدوات جمع المعلومات في مرحلة التحكم والمراقبة اللي هي الكنترول حاليا احنا عم نحكي فيها. حكينا عن أدوات جمع المعلومات في مرحلة التعريف، والمعلومات المجموعة ضمن مرحلة التحكم تستخدم لمراقبة العمليات والتأكد من تحقيقها لمستويات سيجما المطلوبة. مرحلة التحكم إذن هي مرحلة مراقبة العمليات والتأكد من تحقيقها لمستويات سيجما المطلوبة. يتم تشكيل خطة التحكم خلال مرحلة التحكم Control Plan ضمن مرحلة التحكم اللي هي Control، وهي طريقة تنظيمية لتطوير استراتيجيات جمع المعلومات في العملية وتحتوي على معلومات عن المنتج وخصائص العملية. أهم الفوائد حفظ المعلومات بمنهجية من العمليات للتحديد الاستباقي للعملية تحت المراقبة. معنى الكلام نحن لما بنكون عم نطلع تسلسل العمليات تبعتنا بنكون مسبقا خلال خطة التحكم عارفين شو هي العمليات اللي نحن راح نراقبها. نحن العمليات بتمر ضمن المراحل الخمسة للطريقة، فلازم
نكون احنا محددين العمليات اللي بنعمل عليها لحتى نقوم بمراقبته، فبتكون موجودة ضمن الكنترول بلان. استخدام الصيانة الاستباقية لتقليل الأخطاء، طبعا احنا بنقول دائما الوقاية خير من العلاج، احنا هذا أهم مبدأ في إدارة الجودة، انه يكون كل أعمالنا استباقية، يعني ما نستنى ليوقع الخطأ بعدين نصلحه، لا نحن نكون قد ما بنقدر نحاول نتفادى الأخطاء، وبالتالي بتكون صيانة استباقية للأخطاء. جمع أعضاء الفريق قادرين على تحديد النتائج وتحقيق التحسين المستمر، طبعا من خلال الكنترول بلان احنا بنحدد مين الأشخاص المسؤولين عن إدارة الجودة، عن كل خطوة من الخطوات، مين المسؤول عن إدارة العملية الأولى الثانية إلى آخره، مين المسؤول عن إدارة المرحلة ككل، مين المسؤول عن إدارة المشروع. كل هالموضوع هذا أو كل هالتحديدات بتكون ضمن كنترول بلان. تزويد المدخلات من الجودة الحرجة التي تحدد التأثيرات العظمية لتحقيق متطلبات العميل. حكينا نحن عن الجودة الحرجة والمتطلبات تبعتها، critical to quality و critical to cost و critical to time، حسب نحن شو عم ندرس. فطالما عم ندرس الجودة، فالتأثيرات العظمية لها على متطلبات العميل لازم تكون محددة ضمن الانبوتس، وهدول الانبوتس موجودين ضمن الكنترول بلان. طريقة تشكيل الخطة بشكل عام، تتألف خطة التحكم من 3 أقسام، هي قسم الإدارة، قسم العمليات، وقسم طرق التحكم. قسم الإدارة يوضح فيه من يشكل الخطة، من هو المسؤول عن تشكيل الخطة، قسم المسؤول عن الإجابة عن الأسئلة، وقسم المسؤول عن القياسات. أهم نحن أعمالنا ضمن طريقة السكس سيجما قياسات، نحن نأخذ قياساتنا وبنبني عليها الاستنتاجات والوقائع. قسم العمليات، قسم العمليات يقوم بوصف العمليات وخصائصها المراد قياسها من خلال خطة التحكم. القسم الثالث والأخير هو قسم طرق التحكم، يصف المعلومات المراد جمعها من أجل العمليات، وتعتمد على متغيرات الجودة ومتطلبات العملاء. متغيرات الجودة ومتطلبات العملاء، ويتم تحديده عن طريق فريق المشروع أثناء التحكم. نرجع نتأكد مرة ثانية من المعلومات، عليها 3 أقسام: قسم الإدارة، قسم العمليات، وقسم طرق التحكم. طريقة R&R هي طريقة الاستنساخ والتكرار. المصطلح الإنجليزي لإله، بس لأعطيك المصطلح الكامل، لا المفروض تأكدوا للصوت مرة ثانية. اوكي، بالنسبة للأدوات احكي عن statical process control، اللي هي طريقة
التحكم الإحصائي للعمليات طريقة فعالة في منع أو تدارك الأخطاء ضمن العملية. طبعا أهم أداة تستخدم هي مخطط التحكم كنترول شارت. الكنترول شارت مثل ما حكينا سابقا عنه بيكون عبارة عن مخطط فيه النقاط الخاصة بالعمليات. بالنسبة لنا نحن بنبحث دائما عن النقاط اللي هي ضمن حدود المواصفات واللي هي ضمن حدود المراقبة اللي بيحددها فريق العمل، إضافة لحدود المواصفات المطلوبة من قبل الكلاينت المالك. بالنسبة لأداة تقليل فاقد الشركات، في عنا اختصاص كامل هو لين انتربرايز، بيكون اختصاص اكتر في الشركات الصناعية في عمليات التصنيع، حتى انه في عنا اختصاص لين سيكس سيجما بيقوم بدراسة الفاقد او المستهلك من الصناعات وطريقة تستخدم لتسريع الاعمال وتخفيض كلفة اي عملية عن طريق التخلص من الضياعات. لين انتربرايز، هلا الترجمة الفعلية للين فاقد او ضياع. احنا في عنا في عملياتنا التصنيعية، اذا كنا عم نحكي على سبيل المثال في شركات تصنيع سيارات، بكون في عنا دائما هالك او فاقد، اللي هو على سبيل المثال بين كل 1000 قطعة الكترونية ممكن يكون في عنا قطعة واحدة فيها عطل فني، هذا فاقد أو هالك، هاي القطعة لا تستخدم، لا يمكن استخدامها في المرة. هذا ممكن يكون نتيجة خطأ تصنيعي، ممكن يكون نتيجة خطأ تقني، فهذا فاقد الشركة تفقده، يعني الشركة لا تستفيد منه ولا بتقدر تسوقه، فبالتالي الهدف دائما تخلص من الضياعات. فلين انتربرايز هو اختصاص كامل في تخفيف الضياعات او في القضاء على الضياعات. له كتب عن موضوع لين، تماما شركة تويوتا هي افضل من استخدمه. مظبوط الكلام. وممكن رح أعطيكم هلأ رابط لبعض المراجع الخاصة بموضوع لين، ممكن تشوف المراجع بالعربي. أو بالإنجليزي حسب اللي بناسبكم، بس بيعتمد كتير على الإحصاء أكتر من السكس. يعني السجن فيها إحصاء كتير، فيها إحصاء أكتر. الرابط موجود شات، موجود فيها مراجع عن لين موجودة تحت مسمى لين مانوفاكتورينج، في بالعربي وفي بالإنجليزي. وأول كتاب موجود من بيناتهم لين سيكس for the office ممكن، لكن هذا ما هو ضمن
نشاطنا 6 سيجما له علاقة بالسكس سيجما، كون مثل ما حكينا سيجما تحقيق أفضل نسبة من الأداء. سكس سيجما نفسه يعني أنه الأخطاء أو العيوب تفاصيل بالمليون. إحدى الهامة في التحكم الركائز الخمس 5S. الـ5S هي فلسفة يابانية سميت بذلك لأن عناصرها الخمسة تبدأ بحرف S. طبعا العناصر الخمسة باللغة اليابانية تبدأ بحرف S وباللغة الإنجليزية تبدأ بحرف S، وتتضح هذه الفلسفة أكثر بشرح عناصرها الخمس. خلينا نحن نحكي عن الـ5S. أولا sort، الفرز، نقوم بفرز المواد والآلات والأدوات وتحديد ما نحتاج إليه في مكان العمل والتخلص مما لا نحتاجه من خلال تخزينه أو بيعه أو إتلافه، مما يساعد على إفساح مساحات إضافية للعمل واستخدام أفضل المصادر. إذا أول S هي sort، الفرز. الثانية set in order، الترتيب، تحديد أماكن ما نحتاج إليه في مكان العمل وتوضيحها من خلال العلامات واليافطات وإبقاء كل شيء في مكانه المحدد، مما يعني سهولة الوصول للأشياء وتقليل الحوادث الناجمة عن عدم الترتيب. الاس الثالثة هي شاين، وضع جداول دورية لتنظيف مكان العمل وجميع موجوداته وذلك للمحافظة على الموجودات وتسهيل اكتشاف الأعطال وصيانتها. الاس الرابعة ستاندرايزد، جعل العناصر الثالثة السابقة طريقة عمل يعتادها العاملين، يعني احنا نعمل ستاندر لانه يكون دائما هالامور موضحة فيه، السورت سيت ان اوردر والشاين، طريقة عمل يعتادها العاملون من خلال توثيق وتطوير اجراءات العمل بمشاركة الجميع. ساستين اللي هي الاستدامة، المحافظة على الانجاز في الخطوات الاربعة السابقة لضمان عدم عودة الوضع لما كان عليه قبل تطبيق هذه الفلسفة من خلال مراقبة تطبيق الإجراءات وتطويرها بشكل مستمر. يعني بشكل مختصر فلسفة 5S تعتمد على تنفيذ خطوات مرتبة شو ما كان طبيعة العمل، نحن لازم نقوم بالفرز والترتيب ووضع الجداول وجعل هالأمور كلها تتم ضمن قوالب واستندارات تحكم عمل جميع العاملين فيها والمحافظة على الإنجاز ضمن الخطوات الأربعة ضمن سستين. طريقة الـ5S من أكثر الطرق عملية وممكن استخدامها في كافة الصناعات كافة الاختصاصات شو ما كان مجال اللي عم نشتغل فيه ممكن نستخدم فلسفة 5S. طريقة كايزن، كايزن او الامبروفمنت او التحسين، الصوت واضح يا جماعة ولا مشكلة فردية بس؟ الصوت واضح صديقي، ممكن انت تعمل رفرش من عندك من الصفحة. خلينا نحكي عن طريقة كايزن. كايزن هي كلمة يابانية مركبة من جزئين، كاي وتعني غير وهي كلمة تعني النفي، وزن وتعني الأفضل أو التغيير، تغيير الى الافضل. طريقة كايزن التعزيز، امبروفمنت كلها مسميات واحدة الهدف منها التغيير للافضل. طريقة وفلسفة يابانية ابتكرها تايشي اوهونو، راح يمر معنا هالاسم مرة تانية في طريقة الكانبان، لقيادة المؤسسات الصناعية والمؤسسات المالية وتطبيقه في كل نواحي الحياة. يعني هو عمل منا فلسفة قائمة بحد ذاتها ليس فقط في مجال إدارة الجودة. أهم اعتماداتها هي التحليل والعملية. عادة نحن ترمز لأن ك
كايزن للنشاطات التي تؤدي باستمرار إلى تحسين جميع مناحي العمل كالصناعة والتسيير الإداري. نفذت نظرية كايزن في عدة ميادين خلال إعادة إصلاح اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين انتشرت في ميادين الأعمال في كل أنحاء العالم. مثل ما حكينا في المحاضرات الأولى بأن اليابان اتجهت لتعزيز الجودة بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية، وصار في تنافس بينها وبينها في تطبيقات بإدارة الجودة، وخصوصا بطريقة السكس، طريقة اللوحة واللي هي كان تايشي اوهونو مثل ما قلنا هو نفسه اللي طبق كايزن وطبق كان بان. تم تطوير هذا النظام من قبل شركة تويوتا في الخمسينيات، وكانت طريقة لإدارة تدفق المواد على خطوط التجميع. هذا النظام يعتبر نظام إنتاجي ذو فعالية وكفاءة عالية، حيث أصبحت البيئة الصناعية المثلى التي قادت شركة تويوتا إلى المنافسة العالمية. بالنسبة لطريقة كايزن نرجع مرة تانية منعيد عنها، هي طريقة التغيير للأفضل أو improvement. دائما نحن بكل أعمالنا بنوصل لمرحلة من الدقة مثلا أو من الجودة وبدنا نحسنها، بدنا نرفع مستوى الجودة، فمندور دائما على التحسين المستمر. حكينا عن كلمة التحسين المستمر اللي هي improvement، الكونتينوس امبروفمنت. هالموضوع بيطبق عن طريق الحد من الهدر على سبيل المثال، عن طريق زيادة الانتاجية، عن طريق تقليل الوقت. هاي كلها واصلة عنا ضمن مصطلح التغيير للأفضل أو الكايزن. يعني الفلسفة قائمة، فلسفة الكايزن قائمة على أنه عدم القبول بالمستوى اللي وصلنا له فقط، وإنما التحسين دائما، البحث عن الأفضل. يعني لو كانت نحن الشركة عنا واصلة لمستوى 4 سيجما، نحن لازم نشوف شو عنا إمكانية لنوصل لل 5 سيجما، نوصل لل 6 سيجما. فهاي هون نظرية الكايزن اللي هي دائما البحث عن الأفضل. تتكون كلمة كان بان، هي كلمة يابانية من جزئين، كان وتعني كارت اللي هو بطاقة، وبان تعني الإشارة. أنا ارتأيت أن نترجمها باللوحة لأنه هي عبارة عن طريقة، عن لوحة فيها بيانات يقوم تعبئتها، واللوحة هي وسيلة اتصال بين مراحل الإنتاج المختلفة في نظام جي آي تي. جي آي تي هو نظام جاست ان تايم، هذا نظام إداري بيعتمد على توريد المواد عند الحاجة إليها إلى المواقع، أو توريد الخدمات عند الحاجة فقط، والابتعاد عن التخزين. يعني لما يكون في عنا مخطط لإنشاء مبنى، ممكن احنا يكون في عنا مخزن في الموقع، او ممكن احنا نعتمد just in time يكون في عنا خطة للتوريد، عند توريد المواد عند لزوم استخدامها بدون تخزينها في الموقع. طبعا just in time طريقة تستلزم دقة عالية، لانه اي تأخير في توريد المواد او توريد الخدمات بيؤدي الى فشل المشروع. فكلمة كانبان معناها بطاقة التعليمات. اول استخداماتها كانت في الحاويات او الكونتينرات اللي كانت تنتقل من اليابان الى الدول الثانية،
فكانوا دائما يحطوا على الكونتينر، يحطوا لوحة فيها كمية مواصفات القطع والمكونات. فمنها اتجهوا دائما لاستخدام هالطريقة حتى في التوريد ضمن مراحل العمل. يعني لما انت بتخلص من مرحلة وبتكون عم بتورد الادوات والنواتج اللي طلعت معك، سواء كنت عم تشتغل في برمجية مثلا، برمجة حاسب، او عم تشتغل في مجال تصنيع وعم تعطي خدمات، فانت بيكون في عندك بطاقة معلومات خاصة بهالادوات، بيكون فيها كل المعلومات اللازمة او اللازم نقلة للمرحلة اللاحقة. يختلف نظام اللوحة عن نظام جاست ان تايم، في أن الأخير هو محاولة الحفاظ على الحد الأدنى من المخزون، أما نظام كانبان فهو يتضمن أكثر من مجرد تناسق بين أنظمة جدولة الإنتاج والتوريد. المخزون يتم تخفيضه إلى الحد الأدنى من خلال تزويد خط الإنتاج بما يحتاجه من مواد عند الحاجة فقط. يعني صياغة لنفس اللي احنا حكينا فيه عن موضوع جاست ان تايم ونظام كانبان. كانبان نشرح فيه أكثر، هو نظام كرات وصناديق أو حاويات صغيرة لأخذ القطع من محطة عمل إلى أخرى على خط الإنتاج. وتعتمد فكرة الكانبان أساسا على نظام السحب اللي هو البول سيستم وليس الدفع بوش سيستم في التصنيع. وحتى لاحقا دخلت أنظمة إدارية وخصوصا مجال التواصل أو الاتصالات، يكون في عندنا أنظمة بول سيستم وبوش سيستم. نحن استخدمنا هالمصطلحين في موضوع كوميونيكيشن مانجمنت للي درسوا بي ام بي. عندك في البول سيستم بيكون عن طريق نشر استبيانات، حكينا نحن استبيانات في كورس 6 سيجما، او عن طريق البوش سيستم بيكون عن طريق الأسئلة المباشرة. يعني نرجع لمثال في خطوط الإنتاج، مكان العمل أو محطة التصنيع تحتاج للمواد والقطع والأجزاء، تطلب محطة التي قبلها بتزويدها بكم أو، وذلك لتأدي عمليات التخزين وهذه القطع والأجزاء وتراكمها العمل. بطريقة أخرى ممكن تاني لا تقوم بإرسال أي مواد أو قطع للوحدة التالية بدون المحطة. يعني بعد ما تخلص المحطة الأولى تنقل مواد للمحطة الثانية أو للمرحلة الثانية، لكن إلا أن على المرحلة التانية. نظام التعليمات يكمن جوهر مفهوم اللوحة في أن المورد أو أمين المستودع يقوم بتسليم المواد إلى الخط الإنتاجي بالكمية المطلوبة وعند الحاجة لها. هناك أي مخزون زائد في منطقة الإنتاج ضمن هذا النظام، ومحطات العمل بتقوم بإنتاج خط بين قوسين غير المعيبة، بمعنى انه لازم تكون بوصل الطلب لاحق. الأخيرة اللي هي Total Productive PM الكلي، هي أحد الممارسات أو الأنظمة الإدارية التي بدأت في اليابان في السبعينيات في العالم خلال 20 عام الماضية. معنى صيانة الانتصيان وإنما هو نظام شامل للتعامل مع المعدات. أثبتت الخبرات العملية تطبيق الانتاج الكلي يؤدي مقاساً بالجودة والانتاجية والتكلفة، إضافة لاستجابة لأوامر الشراء والأمان في العمل، وارتفاع الحالة المعنوية للعاملين. ترتج الكلي على عدة ركائز.
أولا تعظيم الفعالية العامة للمعدات، ثانيا تطبيق نظام صيانة مخطط، لازم تكون بلاند مينتنانس، ما تكون الصيانة عند الطلب، تكون الصيانة بناء على خطة عمل، وهذه الخطة لازم تكون شاملة على مدار عمر المعدة. مشاركة جميع إدارات الصيانة والتشغيل والشؤون الهندسية في عمليات الصيانة الإنتاجية الشاملة. رابعا من عمال ومهندسين ومدراء. خامسا تشجيع الصيانة الذاتية وأنشطة المجموعات الصغيرة. موضوع الإنتاج الكلي يستخدم أصناف المجالات الأخرى. الأداة الأخيرة إعادة تحليل أنظمة القياس. نحن عملنا أناليسز، عملنا تحليل، لكن بعد ما نقوم بعملية التحكم والمراقبة واستخدام كافة الأدوات نرجع مرة ثانية نعمل تحليل لأنظمة القياس بناء على المعطيات الناتجة عن عملية التحكم والعمليات السابقة لإله. بتكون المخرجات اللي عنا هي الحلول المطبقة. طبعا بالنهاية نحن لما بنكون عم نطبق طريقة السكس سيجما بنكون عم نبحث عن حلول لمشاكلنا في مشاكل الجودة، فبتكون المخرجات هي الحلول، ومراجعاتنا لأنظمة القياس اللي حكينا عنها في الأداة السابقة، وصار في عنا خطة التحكم كاملة، تحقيق قابلية العمليات، نحن بنكون هون تأكدنا بأن العمليات حققت أو تحقق نتائجها، وفي النهاية الدروس المستفادة اللي هي lessons learned اللي دائما نحن بنحتفظ فيها في سجلات الشركة أو سجلات المنظمة للعودة إليها لاحقا عند الدخول في أي مشروع جديد للاستفادة من التجارب السابقة ضمن كل مشروع. نحن بنكون اليوم أنهينا محاضرتنا وبنكون أنهينا الخمس مراحل لطريقة السكس سيجما. المحاضرة راح نحكي عن بعض الأمثلة العملية، راح نشوف عن أحد البرامج اللي بيستخدم السكس سيجما، راح نحكي أكثر عن موضوع سكس سيجما، عن أدوات سكس سيجما ضمن التمبلت اللي وزعناه حاليا. رابط التمبلت لحتى نحكي فيه في محاضرتنا الأخيرة بيوم الثلاثاء، وإذا كان في أي استفسارات جيب عنا يوم الثلاثاء. بتمنى تكونوا استفدتوا من محاضرة اليوم، هو الأدوات هاي التحكم في الجودة، التحكم في إدارة الجودة هي إحدى مراحل تطبيق سيكس سيجما. فالتحكم هذا التحكم بالجودة وليس التحكم في طريقة السيكس سيجما. لا، هي طريقة تانية، لين هي طريقة تانية عن مختلفة عن السكس سيجما، وفي بعض التطبيقات بيسموها لين سكس سيجما، بيكون فيها دمج بين تقنيات الطريقتين، لكن لين انتربرايز هي طريقة بحد ذاتها طريقة منفصلة. يعني مثل ما حكينا في بداياتنا حكينا عن شيء اسمه توتال كواليتي مانجمنت تي كيو ام، وهذا في موجود عندنا كيفية قياس سيجما. حكينا بأنه هي تعتمد على عدد العيوب، نسبة العيوب في المليون عينة. نحن بنهدف لنوصل ل 6 سيجما، يعني يكون في عندنا عدد العيوب 3.4 في المليون، فبنكون نحن وصلنا لمستوى 6 سيجما. ممكن مراجعة المحاضرات السابقة، أتوقع المحاضرة الثالثة حكينا فيها بالتفصيل عن عدد العيوب وعن طريقة حساب 6 سيجما،
وضمن التمبلت اللي احنا وزعنا فيه الرابط موجود برمجية او صفحة اكسل شيت فيها مبرمجة لحساب مستوى سيجما من خلال اعطاء عدد العينات وعدد العيوب الموجودة فيها. لقاءنا راح يكون يوم الثلاثاء في المحاضرة الأخيرة. والشكر للدعم الفني وفريق التسجيل في الأكاديمية، وإلى اللقاء.